ماشي الإنسان يتحجج لك، ليس لدي دخل لا من قريب ولا من بعيد فيما يجري في نادي وفاق الصيف، بعيد كل بعد. يعني بكل صراحة فارس، يعني لو كان حبيت نحكم الوفاق نقول اليوم عندي تضامن مع كثير من الأنصار اللي كانوا حابين نحكم وفاق الصيف، كراني ما مشيتش لقطر، علاش ندير مشاكل وفاق الصيف؟ ما هو الهدف؟ أنا نسألك أنت، ما هو الهدف تاعي باش نرجع؟ أنا أصرح لك الآن عبر قناة تلفزيون النهار إنني لن أرجع إلى وفاق الصيف. علاش نخلط؟ ما أنا مش عندي هدف نخلط باش الفريق يولي عندي مشاكل ويولي الاضطراب في المدينة؟ لا، أنا بالعكس لو كان نقدر ويطلبوا مني باش نعاونهم نعاونهم بنصيحة بكلمة، ما على باليش كاين أشياء اللي نقدر مي باش نقيسهم باش نضر الفريق. أنا بعيد كل البعد، يعني غير ينساوني.